من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال الرب يسوع لتلاميذه: السلام أستودعكم، سلام أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم. لا يضطرب قلبكم ولا يخف، سمعتم أني قلت لكم أنا ذاهب ثم آتي إليكم. إن تحبوني تفرحوا بأني ذاهب إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. قلت لكم هذا الآن قبل حدوثه، حتى إذا حدث تؤمنون. لن أحدثكم بعد بأمور كثيرة، لأن سلطان هذا العالم يأتي، ولا سلطة له علي، ولكن يجب أن يعرف العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. حقا والأمان لجميعكم.